حضرتك والناس مثلا اللي بتستعمل الابلكيشنز على التليفون تبعت مسجز للحاجات دي مفيش. انا حسيت حياتك ضد التكنولوجيا صح؟ انا بكره السوشيال ميديا وبقول ودايما بقول يا اولياء الامور يا ابات يا امهات خلوا بالكم من ولادكم. هذا الموبايل والسوشيال ميديا دول آفة العصر واللي حيدمر البشر، فأرجوكوا تراعوا أولادكم وبالذات الصغيرين، لأن دلوقتي الأسرة للأسف الشديد فلازم الأب والأم يبدأوا نفسهم، مش عشان الأم عايزة تستريح من الواد فتديله الموبايل يفضل قاعد صح. عليه وهي لا ينزل يلعب رياضة يقرأ يعني. خلوا بالكم لأن ده لعنة لعنة، والناس اللي بتكتب اللي بقت ما هو الإشاعات بتطلع واحد قاعد ولا عامل كده مش لاقي حاجة يعملها بس ويقول هو ايه الزفت اللي انا شفته ده ما بتاع بعدين يقول له لا وكله فاهم في كله وكله بنقول عليه ايه بينظر كله قاعد بينظر. وبعد شويه يقول لك ايه والله انا اسف يا جماعه انا معلش ما كنتش خايف الله هو انت تبوظ الدنيا كلمه مسؤوليه لا. فعلشان بقى الناس مستسهله يعني انا في قناه سعوديه ومذيع صديقي فعايزني يعني يعملوا معايا مداخله عن طريق تيك توك، قلت له ولا اعرف تيك توك ولا ما توك تيك توك التيك توك ده ولا خلاص. فقال لي لا احنا هنعمل تطبيق نبعت له، قلت له ما اعرفش. قال لي انا هبعت لك الخطوات، قلت له والله ما اعرف حاجه، انا كل اللي بعرفه انا بطلب واقفل او افتح واسمع، انا بقول الو وبقفل اللي عارفه الواتساب ده عشان بيجي لي عليه الاوردرات يعني بكره عندك شغل كذا بتاع بس ده اللي انا عارفه. هل في حاجه روايه حياتك بتقراها كنت مثلا طول عمرك ونفسك تعملها؟ ايه يا استاذ محمد؟ انا كان نفسي زمان اللي كنت اعملها الاستاذ فؤاد 85 بس النهارده صعب يعني لان مش هلاقي الامكان. كنت عايز اعمل اوليفر تويست. الله يعني من ساعه ما اتفرجت عليه كفيلم طبعا كان هو ده كلنا في المدرسه ذاكرناه يعني اتربينا على الدوفلز دي. كنت عايز